بسم الله الرحمن الرحيم. مدرسة أطفال الرمثة النموذجية، مادة اللغة العربية للصف الثامن، الوحدة الثالثة، الأطفال جيل الغد، درس القراءة من أجل الطفولة، المعلمة سميرة مياس. من أجل الطفولة، وهل دللت للغوطتان لبانة أحب من النعمى وأحلى وأعذبا، وسيما من الأطفال لولاه لم أخف على الشيب أن أنأى وأن أتغربا، تود النجوم الزهر لو أنها دما ليختار منها المترفات ويلعبا، وعندي كنوز من حنان ورحمة نعيمي أن يغرى بهن وينهبا، يجور وبعض الجور حلو محبب ولم أر قبل الطفل ظلما محببا، ويغضب أحيانا ويرضى وحسبنا من الصفو أن يرضى علينا ويغضبا، وإن ناله سقم تمنيت أنني فداء له كنت السقيم المعذبا، يزف لنا الأعياد عيدا إذا خطى وعيدا إذا ناغى وعيدا إذا حبا، كزهب القطى لو أنه راح صاديا سكبت له عيني وقلبي ليشربا، ينام على أشواق قلبي بمهده حريرا من الوش اليماني مذهبا، وأسدل أجفاني غطاء يظله، ويا ليتها كانت أحن وأحدبا، وتخفق في قلبي قلوب عديدة لقد كان شعبا واحدا فتشعبا، ويا رب من أجل الطفولة وحدها أفض بركات السلم شرقا ومغربا، وصم ضحكة الأطفال يا رب إنها إذا غردت في موحش الرمل أعشبا. تتحدى هذه القصيدة من أجل الطفولة للشاعر، ملقب هذا الشاعر ببدوي الجبل، أما اسمه فهو محمد سليمان الأحمد، ولد عام 1900 وتوفي عام 1981، شاعر سوري لقب ببدوي الجبل، له مؤلفات عديدة منها البواكير والأعمال الكاملة. وهذه القصيدة أو هذا المقطع من القصيدة أخذ من قصيدة طويلة اسمها البلبل الغريب. نبدأ الآن بتوضيح معاني الكلمات والمفردات. يبدأ الشاعر: وهل دللت للغوطتان لبانة. ما هي الغوطتان؟ الغوطتان مثنى لكلمة الغوطة، وهي مجتمع الماء والشجر، الماء والشجر. كأن الشاعر هنا يدلنا على مكان وجوده، أنه هو موجود في منطقة الغوطة في دمشق، وهو مكان في دمشق، أنه سوري الأصل. لبانة، ما هي اللبانة؟ اللبانة هي الحاجة الشديدة المفرطة، الحاجة الشديدة المفرطة. وسيما من الأطفال لولاه لم أخف، الوسيم هو الجميل، جميل الوجه، جميل الوجه. لولاه لم أخف على الشيب أن أنأى وأن أتغرب. ما معنى أنأى؟ أنأى بمعنى أبتعد. تود النجوم الزهر، الزهر هي اللامعة، والزهر جمع، مفردها أزهر للمذكر وزهراء للمؤنث. دمن، دمن هل هي جمع أم مفرد؟ دمن جمع تكسير، جمع، مفردها دمية. وما هو المقصود بالدمية؟ الدمية هي اللعبة، والدمن وتعني الألعاب لأنها جمع وتعني الألعاب. ليختار منها المترفات، ما معنى المترفات؟ الترف، المترفات بمعنى أغناها، أكثرها غنى. وعندي كنوز من حنان ورحمة النعيم أن يغرى بهن، ما معنى يغرى بهن؟ بمعنى يتعلق بهن. وينهب، ما معنى ينهب؟ ينهب بمعنى يأخذ، وتأخذ أيضا معنى آخر، ينهب بمعنى يسرق، لكن هذه السرقة بالنسبة للشاعر سرقة محببة جدا بالنسبة لديه. وإن ناله يجور وبعض الجور، ما معنى يجور؟ يجور بمعنى يظلم، وهذا الظلم بالنسبة للشاعر أيضا ظلم، ظلم محبوب بالنسبة إليه.
وإن له سقم. ما هو السقم؟ السقم بمعنى المرض، نقول إنسان سقيم بمعنى مريض. يزف لنا الأعياد، ما معنى يزف؟ يزف بمعنى ينقل لنا الأعياد. إذن إذا خطأ، خطأ بمعنى مشى. ننتبه الآن إلى خطأ كتابتها، لأنها مضارعها يخطو، كتبت بالألف القائمة لأن الألف مقلبة عن واو. وعيدا إذا ناغى، ما معنى ناغى؟ ناغى تكلم كلاما غير مفهوم بالنسبة، تكلم كلاما غير مفهوم بالنسبة للآخرين. وعيدا إلى حبى، ما معنى حبى؟ حبى بمعنى زحف على يديه، زحف على يديه وعلى رجليه، وهي بداية المشي الحبل. كزغب القطا، ما معنى زغب القطا؟ زغب القطا هو فم الطائر، والقطا هو طائر صغير الحجم. لو أنه كزغب القطا هو فم الطائر، والطائر هو القطا هو طائر صغير الحجم. لو أنه صاديا، لو أنه عاد صاديا، ما معنى صاديا؟ بمعنى عطشان أو ظمآن. كزغب القطا لو أنه راح صاديا سكبت، ما معنى سكبت؟ بمعنى صببت، صببت له عيني وقلبي ليشرب، ينام على أشواق قلبي بمهده. ما هو المهد؟ المهد هو السرير أو مكان نوم الطفل. وأسدل أجفاني غطاء يظله، ما معنى أسدل؟ أسدل بمعنى أنزل، أنزل أجفاني غطاء يظله. ما معنى أجفان؟ أجفان هي مفرد أم جمع؟ جمع، مفردها جفن بتسكين الفاء، جفن، وتعني غطاء العين، وتعني غطاء العين. لقد كان شعبا واحدا فتشعبا، الشعب هو طريق أو ممر، هو الطريق أو ممر، طريق أو ممر. ويا ربي من أجل الطفولة وحدها أفض، ما معنى أفض؟ أفض بمعنى املأ، بمعنى املأ. أفض بركات السلم، ما هو السلم؟ السلم هو مأخوذة من السلام، وتعني الأمان والطمأنينة والراحة. وصن ضحكة الأطفال يا رب إنها، ما معنى صن؟ صن بمعنى احفظ. إذا غردت، ما معنى غردت؟ غردت بمعنى رفع صوته في الغناء، رفع صوته في الغناء. والمعروف بأن التغريد لا يكون إلا للعصافير، تغريد العصافير رفع صوته أثناء الغناء. إنها إذا غردت في موحش الرمل أعشبه، ما معنى موحش؟ الموحش هو الخالي لا أنسى فيه، أو بمعنى المخيف. هنا الموحش بمعنى المخيف. أعشبه ما معنى أعشبه؟ أعشبه بمعنى أنه اخضر وأصبح ودبت فيه الحياة. آية ثامن، نبدأ الآن بتحليل محتوى هذا النص وبشرح هذا النص. وهل دللت للغوطتان لبانة؟ تحدثنا بأن الغوطتان ذكرها الشاعر، وهي منطقة في دمشق، وهي مجتمع للماء والشجر، منطقة مرتفعة من الأرض لديها شجر كثيف جدا. لبانة أحب من النعمة وأحلى وأعذب، كأنه يطلب الآن الشاعر من الغوطتين، يطلب من الغوطتين أن تدلل حفيده. وسيما من الأطفال لولاه لم أخف، يذكر الشاعر هنا عن الطفل، وهو هنا صور الطفل، هنا صوره بالوسامة بأنه وسيم، بأنه جميل. لولاه لم أخف على الشيب أن أنأى وأن أتغرب، لم يفكر الشاعر هنا بسبب هذا الطفل أن يبتعد وأن يتغرب عنه. تود النجوم الزهر لو أنها دما، ترغب نجوم، النجوم موجودة في السماء وهي نجوم اللامعة، لو أنها ألعاب، وهذه الألعاب يختار منها هذا الطفل ما يشاء، أغنى هذه الألعاب ويلعب بها. دلالة على حب الشاعر الكبير لمن؟ لهذا الطفل، وهو حفيده. طبعا يتحدث الشاعر عن حفيده.
وعندي كنوز من حنان ورحمة. يصور الشاعر هنا العاطفة الجياشة التي تنبع من قلب هذا الشاعر بأن لديه كنوز، دلالة على الكثرة، وهنا دلالة على العاطفة، عاطفة الشاعر على الحنان والرحمة التي يمتلكها الشاعر في قلبه. نعيمي أن يغرى بهن وينهب، يتمنى الشاعر من هذا الطفل أن ينهب، أن يسرق ما يشاء من الكنوز التي في داخل هذا الشاعر من الحنان والرحمة ما يشاء. يجور وبعض الجول حلو محبب. يذكر الشاعر هنا صفة من صفات هذا الطفل، وهو أنه يظلم. لكن هل ظلم الطفل للشاعر هل يثير إزعاج هذا الشاعر؟ لا يثير إزعاجه، بالعكس هو محبب بالنسبة إليه على غير العالم، أن الظلم غير محبب عند الإنسان. ولم أرى قبل الطفل ظلما محببا، أنه يظلمني لكن ظلمه بالنسبة إلي هو محبب ومرغوب، وعلى غير العادة بأنه لا يكون مرغوبا ومحببا عند الآخرين. ويغضب أحيانا ويرضى، وحسبنا من الصف أن يرضى علينا ويغضب. الآن عندما يغضب هذا الطفل الصغير، غضب هذا الطفل الصغير غضب لا يحتمل ثواني أو أقل من الثواني، هو غضب مؤقت، لكنه بعدها يرضى. يكفي هذا الشاعر أن يكون الطفل راضيا فغضبه بالنسبة إليه غضبا مؤقتا. وإن ناله سقم تمنيت أنه، هنا لا زال الشاعر هذا البيت متصل ب البيت الرابع، وعندي كنوز من حنان ورحمة. يتحدث الشاعر هنا ويقول بأنها تتجدد الآن صورة الرحمة والشفقة عند الشاعر، ويتمنى لو أنه يمرض بدلا من هذا الطفل. إن ناله سقم، إن أصيب هذا الطفل بمرض، تمنى الشاعر أن يكون هو السقيم المعذب، هو المريض، وهو الذي يعذبه، هو الذي يتألم عوضا عن هذا الطفل. يزف لنا الأعياد عيدا إذا خطأ. إذا الآن هو يتحدث عن الأعياد التي ينشرها لنا هذا الطفل، بأنه كل حياته بالنسبة لوالديه وبالنسبة للعائلة، لأنها جميعها أعياد. إذا خطأ، إذا مشى، يعتبر بالنسبة للأهل يعتبر عيد، يعتبر فرح وسعادة. وعيدا إذا ناغه، وإذا تكلم كلمات أخرج أصواتا غير مفهومة بالنسبة لي أيضا يعتبر ذلك عيدا. وعيدا إذا حبى، وفي بداية حياته عند اقترابه من المشي، عند محاولته للمشي، فإنه يعتبر أيضا ذلك عيدا. بعد ذلك يصور الشاعر الطفل بصورة رائعة حينما شباه بالقطة وهو حمام صغير، كزغب القطة لو أنه راح صاديا. يصف الآن هذا، يصف الشاعر الطفل بأنه بزغب القطة، فمه يصفه بفم الحمام الصغير، كزغب القطة لو أنه راح صاديا. يتحدث الشاعر هنا ويصور الطفل بصورة رائعة حين شبه فمه الصغير بالحمام الذي له ريش صغير على جناحيه. يريد هذا الطائر أن يشرب الماء، من أين سيشرب؟ سوف يسكب له الشاعر من عينيه وقلبه ماء حتى يشرب. وهنا يؤمن له الشراب، لكن ويؤمن أيضا له المنام والمكان للسكن للنوم. ينام على أشواق قلبي بمهده حريرا من الوش اليماني مذهبة. ينام في قلب الشاعر، وقلب الشاعر مليئا بالحرير. هذا الحرير شبهه بالوش اليماني. الوش اليماني هو النقش اليماني المذهب الذي فيه ذهب، دلالة على تثبيت هذا الوش، وهذه الحفر الموجودة به دلالة على أن قلب الشاعر محفورا ومملوءا بالحرير. وأسدل أجفاني غطاء يظله. ما هو الغطاء الذي سوف يغطي الشاعر به حفيده؟ أسدل أجفاني، أي صور الشاعر هنا نفسه بأنه سوف يقوم بنوم الطفل في عيونه، وسوف ينزل ويرخي أجفانه غطاء يظله. ويا ليتها كانت أحب وأحدب. ماذا يتمنى الشاعر بقوله ويا ليتها؟ يتمنى من أجفانه أن تكون حنونة أكثر على هذا الطفل، ويتمنى أن تكون أحدب، بمعنى أنها أكثر طولا حتى تغطيه بطريقة كاملة.
وتخفق في قلبي قلوب عديدة. لم يصور الآن موجود في جوفه ليس قلبا واحدا وإنما قلوب عديدة. هذه القلوب دلالة على ماذا؟ عندما يقول الشاعر تخفق في قلبي قلوب عديدة، دلالة على حب الشاعر الكبير لهذا الطفل ولهذا الحفيد. لقد كان شعبا واحدا فتشعب، كان شيء واحد لكنه خرج منه وتشعب وتفرع منه مجموعة من القلوب ومجموعة من هنا مجموعة من الطرق ومجموعة من الممرات. ويا ربي من أجل الطفولة وحدها، يدعو الشاعر الآن، يدعو ماذا؟ ويا ربي من أجل الطفولة وحدها أفض بركات السلم شرقا ومغربا. يتمنى من الله سبحانه وتعالى ويدعو ربه بأن يعم السلام والأمان والطمأنينة على الشرق والغرب في المغرب وفي المشرق. من أجل ماذا؟ من أجل الطفولة وحدها، فقط من أجل هؤلاء الأطفال. وصم ضحكة الأطفال يا رب يا ربي إنها. ويدعو أيضا الشاعر بأن يحفظ الله سبحانه وتعالى ضحكة الأطفال، فضحكة الأطفال إذا غردت في موحش الرمل أعشبه. كما هو معروف بأن الرمل لا يعشب، الرمل لا يعشب، لا يخرج منه نبات، لكنها إذا غردت، إذا خرج صوت هذه الأطفال إلى موحش الرمل إلى الصحراء فإنها تصبح خضراء يانعة، تصبح خضراء يانعة. ننتقل الآن إلى الأفكار الرئيسة في الأبيات. ننتقل الآن إلى الأفكار العامة التي تحدث عنها الكاتب في هذه القصيدة، من البيت الأول حتى البيت الثالث. حب الشاعر للطفل ألا وهو الحفيد، من البيت الرابع حتى البيت العاشر. الطفل محبب سواء هذا الطفل أحسن أم أساء، سواء هذا الطفل ظلم أم لم يظلم، هو بالنسبة إليه محبب، بالنسبة إليه سواء شو ما كان عن هذا الطفل. من البيت الحادي عشر للبيت الثالث عشر، الدعاء بأن تعم السعادة والخير والأمان لأجل الأطفال ولأجل ضحكتهم. يعطيكم ألف عافية.